ما انسى ما انسى ابن نعم. عمر وابن عمر كانت في ظل وقت ميثاق الشرف اول من فاوض اللاعب هو نادي النصر 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 وارسل بالمخاطبات وطلع رئيس رئيس النادي والله ما ادري نسيت النادي نادي التونسي الساحل. ها وفاق الصيف لا لا لا, لا. النجم الساحلي النجم الساحلي النجم الساحلي رئيس النادي الله يذكرني باسمه رجل فاضل تكلمت انه وياه كثير اول من تواصل معاه احنا وارسل له عرض رسمي احنا الفرق في كان اعاره وشراء احنا قدمنا شراء وهو قال اعاره بس بعدين جاء الاهلي قدم اعاره فاحنا اول من بدا وراسل الشراء احنا غيرنا الاهلي ما فاوض بن عمر يا استاذ الاهلي هي اللي جابت بن عمر انا بس بتسمح لي اللي جاب كمل ما خلص خليني برجع لك اسف اللي جاب منصور مشعل اي اي انا فانا ارجع اقول لك انه فاحنا قدمنا عرض شراء بعدين الاهلي قدم اعاره بعدنا احنا رحنا عدلنا من شراء الى اعاره فاصبح عندنا عرضين عرض شراء وعرض اعاره الاهلي بالنص بينهم جاي مرسل فاحنا اول من فاوض قالوا لنا شراء لا رحنا غيرنا الى اعاره فبالتالي وفرق بينهم يوم او يومين يعني فاحنا اول من نتكلم معهم ولكن كان صار في بيني وبين اداره الاهلي تواصل ونقاش بعدها حقيقه تواصل معي مع المستشار وطلب مني صريحه قال لي يعني ما يعني خلي الجزء الثاني من سؤالي برضو ها العلاقه الحميمه اللي بين النصر خليك من جواب يعني اول شيء بالمناسبه يعني الرئيس رضا نجم الدين صح أي نعم وأنا يعني أشكره حتى على تعامله الجيد في الفترة السابقة بالنسبة للشباب الشباب يعني